بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. ما زلنا نقرأ عن شروط الحجر الملحق بالذي ورد فيه الأخبار، وهو الحجر الشرعي كما يقول علماؤنا. قال الإمام المحلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، قال: وجلد أو وجلد دبغ، وجلد أو وجلد، فبالجر عطف على جامد. هيبقى إيه بقى؟ هاتولنا كده بقى ما قبلها. وفي معنى الحجر كل جامد، وكذلك كل جلد دبق. يبقى هي معطوفة على إيه يا مشايخ الإسلام؟ معطوفة على جامد. يبقى كل، وفي معنى الحجر كل جامد، كل جلد دبغ. يعني هذا يفهم إنه هو قسم في معنى الحجر، كل جامد طاهر قادع كذا كذا كذا، وكذلك كل جلد دبغ. وهذا فيه إشكال نفسه، شوفوا لنا ورقة. وروية، أو في احتمال، يعني مش روية لأنه الإمام النووي ما رفعش وجر معا، ده ما يقتضيه السياق، ما تقتضيه صناعة الإعراب. جلد بالرفع على كل، يبقى وفي معنى الحجر جلد دبغ دون غيره في الأظهر. والعلامة الخطيب الشربيني استشكل هذه العبارة، قال: وجلد أو وجلد دبغ. الدباغ إيه هو يا مشايخ؟ كما يقول عنه علماؤنا: نزع فضول الجلد التي تؤدي إلى فساده. يعني هذه الفضول فيها مائية، فيها لزوجة، هذه اللزوجة يرفعها ويدفعها الدبغ. والدبغ معلوم، بنضع أدوات معينة على الجلد، هذه الأدوات تحوله من المائية إلى الثيابية، صار ثوبا. لماذا؟ لأنه فقد الميوعة واللزوجة، وإذا فقد الميوعة واللزوجة والمائية صار ثوبا، وصار إذا تعرض للماء لا يتلف. وجلد دبغ، يبقى وأيضا مما يجوز الاستنجاء به جلد دبغ. يبقى كل جامد قالع طاهر محترم وجلد، لأن الجلد كمان هو جلد دبغ دون غيره. جلد دبغ، طيب الجلد غير المدبوغ، ما هو بيقول لك وجلد دبغ، طب وغير المدبوغ؟ غير المدبوغ أيضا ممنوع، لأن غير المدبوغ إن كان من مذكات هو طاهر، لكنه من قبيل الأطعمة،
ما هو الجلد انت بتتكلمش على الجلد اللي ابو فروه، انا بنتكلم على الجلد بصوره عامه، ما بنتكلمش على الجلد من الشاه او البقره او او الابل او لا، نتكلم على مطلق الجلد، حتى جلد الفرخ، حتى الجلد اللي جوه، جلد الذي يعني يكون معه الاكارع والراس، واخد بالك كل ده واحنا بناكله ليه؟ بننظف الراس واخد بالك، وبناكل الجلد مع الراس، والكوارع ما فيها جلد، ما تظنش ان الجلد اللي هو على ايه؟ على ناحيته، لانهم كانوا تكلموا ايضا عن جلد الحوت وجلد السمك دون غيره، لان غير المدبوغ ان كان من مذكات فهو من قبيل المأكولات، ونحن قد علمنا ان المأكول محترم لا يجوز الاستنجاء به في الأظهر، أظهر يعني المسألة ذات قولين، الشافعي رأيه الأرجح في هذه المسألة هو أن الجلد الذي دبغ دون الجلد غير المدبوغ يجوز أن يستعمل في الاستنجاء، وجلد دبغ دون غيره في الأظهر، فيهما يعني في المسألتين، لأنه في هذه الجملة من متن المنهاج ضمن فيها مسألتين، المسألة الأولى الجلد المدبوغ، الجلد غير المدبوغ، طب جلد غير المدبوغ إن كان من نجس أيضا ما هو مأكول لكنه نجس، ونحن قد علمنا قبل ذلك أن النجس لا يجوز الاستنجاء به، الإمام المحلي بطبيعة عبارته الدقيقة الضيقة أبان عن وجه الأدلة في هذه الجملة، وقال وجه الإجزاء في المدبوغ، انت دلوقتي لديك دعوتان، الدعوة الأولى أنه يجزئ الاستنجاء بالجلد المدبوغ، فما هو وجه الإجزاء؟ الإجزاء هنا معناه إيه؟ معناه الصحة، يعني وجه صحتي في الاستنجاء بالجلد المدبوغ أنه انتقل الجلد الذي دبغ هذا بالدبغ، أي بسبب الدبغ، والباء هنا سببية، عن طبع اللحوم، يبقى الدبغ عمل فيه إيه؟ نقله عن باب وجعله في باب آخر، يعني نقله من مادة اللحوم المأكولات إلى مادة الثياب الملبوسات، ولذلك تجد الفرو بعد الدبغ يلبس ولا يؤكل، الجلد يلبس ولا يؤكل، يبقى الدباغ نزع فضوله ومائيته التي تؤدي إلى سرعة فساده، وحوله من طبيعة الأطعمة المأكولة إلى طبيعة الثياب المستعملة والملبوسة، واستدل علماؤنا على ذلك بأنه يجوز بيع جلد بجلدين، ولو كان مأكول لجرى فيه الربا، يبقى جواز بيع جلد بجلدين كاشف عن أنه ليس من قبيل المطعومات، ولو كان من قبيل المطعومات لجرى فيه الربا ولم تنع بيع جلد بجلدين،
يبقى بدليل جواز وصحة وحل بيع الجلد بجلدين. أنا عندي جلدين وأنت عندك جلد، يبقى لا يصح قبل الدباغ أن أبيعك جلد شاة بجلدين بقر. لماذا؟ لأنه طعام، فقد بعت مطعوما بمطعوم مع المفاضلة في أحد الجزئين فوقعنا في الربا المحرم، وهذا كاشف عن أنه قبل الدباغ مطعوم وبعد الدباغ غير مطعوم. وغير المدبوغ الذي يجوز أكله وهو طاهر محترم، محترم يعني إيه؟ يعني مطعوم يا سيدي، والمطعوم لا يجوز أن تجعله محلا لإزالة النجاسة، المطعوم لا يمتهن. ولذلك عندنا المصريين لو وجد لقمة كسرة خبز ملقاة على الطريق ياخدها ويقبلها ويضعها على جنب، هذا ما رأيته وهذا ما صنعناه. وجد رغيف ياخده ويقبله ويضع على جنب، معناه ايه؟ معناه انه ليس ممتهنا، ده مطعوم، والمطعوم لا يمتهن وان كان باعراض الناس عنه خرج عن كونه مطعوما. زي بالظبط كده بقي منك شويه رز كده في الطبق مفيش حد عايز ياكلهم في المنزل، بتعمل فيهم ايه؟ بتحنطهم؟ بتتصور جنبيهم سيلفي؟ لا، بترميهم. ايه هو مش ده رمي طعام؟ لا، ما هو بإعراضك عنه خرج عن كونه طعاما. النفس لا تقصده للأكل، لا أنت ولا غيرك. فعندنا شوف المصريين، معرفش هل هذا السلوك ما زال قائما وما زال موجودا أم أن هذا السلوك قد تغير، الله أعلم بما هنالك. لكن هذا ما رأيناه وما تعلمناه وما شاهدناه في أهلنا وفي من هو أكبر منا سنا، إن الطعام ده ليس موضوعا للامتهان. طب ما هو استعمالك للرغيف إنك أنت تستنجي بيه ده امتهان ليه، وهو طعام، والطعام لا يجوز أن يمتهن، بدليل إن سيدنا النبي قال لك إيه؟ فإنه طعام إخوانكم، طعام إخوانكم من الجن. يعني لو أنا عارف إن ده هيأكله جن كافر أستنجي بيه عشان نكاية فيه؟ إحنا اتكلمنا فيها، ما مش عايزين أسئلة فيها. ولذلك قال: ولهذا يؤكل مع الرؤوس والأكارع. الجلد ده يتاكل مع الكوارع، في بعضهم كده بياكلها مع الكوارع، بياكلها مع الراس. رقم ثلاثة فيه دسومة، الجلد قبل الدبغ فيه دسومة ولزوجة تمنع من إزالة النجاسة، لأنها اللزوجة ديت يعني مائية، والمائية ديت يعني رطوبة، والرطوبة دي يعني هتوسع دائرة النجاسة. قال: ومحل المنع، منع إيه؟ منع الاستنجاء بما ذكر. ايه هو اللي ذكر؟ اللي هو الجلد قبل الدبخ. اذا استنجى، شوف بقى الحاجات المهمة دي بقى ايه، اذا استنجى من الجانب الذي يلي الشعر اللي في الدسومة فين؟ ما انت تتأمل بقى، عيش كده، عيش وتأمل. كان سيدنا رضي الله عنه وأرضاه ونحن كنا نتلقى عن عليه وما زلنا، كان يعيش العلم، يعيش المسألة. لما كنا بنقرأ عليه في السنن كان بيعيش القصة، لو كان حديث في قصة يعيشها، يتأملها، يتصورها. عيش يا ابني، العلم عايزك تعيشه، ولذلك يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى يعني تدقيق وإلى تمحيص وإلى تفكيك. أنا بميل للمنهج ده، إن إحنا لما نقرأ نفكك.
فكك ده من ده، فكك المسائل بعضها من بعض، ارسمها كده هو، ولو الاثنين مشتركين في حكم واحد حاول ان انت تخلصهم من بعض، وبعد كده بقى الحقهم في الحكم. بس الاول اعرف سورة دي ايه وسورة دي ايه، وما هو وجه التشابه، وما هو وجه الانفصال، وما هي الفروق المؤثرة، وما هي الفروق غير المؤثرة، وما هو سبب الاشتراك في الحكم، وهكذا. فهمت ولا لا؟ طيب بارك الله فيك. يبقى اذا استنجى من الجانب الذي عليه الشعر، يعني اتى بجلد الخروف وعليه هذا الجزء من الشعر، ما خلي بالك احنا بنتكلم في مزكاه، وقبل ايه؟ قبل الدبخ. واستنجى بهذا الشعر من الجهة المعلومة، فهل هذا يجزي؟ نعم يجزي. طب الجزء بقى الداخلي الذي يلاصق ويلامس لحم الخروف، قال ده ممنوع. ليه؟ لأنه طعام. بص كمان تلاقي على حتة لحمة كده، ده طعام يا حبيبي. ماشي. وشملت عبارة المصنف اللي هي شيوخ الإسلام وجلد أو جلد دبغ جلد، بيقول وجلد، لأنها مطلقة تصدق بإيه؟ تصدق بإيه؟ جلد الحوت الكبير، يعني في حوت كبير وفي حوت صغير. ماشي. الجاف، جاف يعني لا لزوجة فيه، بيقول لك جاف، فيمتنع الاستنجاء به. يبقى هو ظاهر نظر لهذا. قال وشملت عبارة المصنف وجلد الحوت الكبير الجاف فيمتنع، ما هو بيقول لك وجلده مدبوغ وهو ما دبغش، فدخل في عموم العبارة. طيب جلده أنه ده حوت كبير، حوت كبير ده بيبقى ليه جلد كده تخين غليظ. رقم اثنين قال لك جاف يعني كأنه يا مولانا ليس طريا، ليس لينا. طب ده ينفع؟ قال له لا، لأنه مأكول، لأنه ايه؟ مأكول. كان ينبغي للمصنف، شوف بقى الكلام ده بتاع الشيخ الخطيب الشربين، تقديم المنع الذي هو من أمثلة المحترم. يعني يبقى هم خلي بالك علماءنا دول بيفهموا الأول ويتقنوا ويعيشوا وبعد ذلك يعترض، مش أول كده ما يشم الريحة فيه وفيه لا، عيش اصبر، شرح العبارة وبين ما فيها من أحكام وحملها على المعنى الصحيح، ثم بعد ذلك قال لا، عبارة المصنف دي كان ينبغي أن يكون فيها إصلاح ذاتي. إيه هو بقى يا مولانا الإصلاح؟ قال ينبغي أن يقدم المنع الذي هو من أمثلة المحترم. هو بيقول إيه؟ وفي معنى الحجر كل جامد طاهر قالع غير محترم. المنع اللي هو ايه؟ يقول فيمتنع بجلد طاهر، لان ده فرد من افراد المحترم، لان انت بتقول ايه؟ غير محترم. طب هنفرع على محترز غير محترم اللي هو ايه؟ المحترم. ايوه كده، خليك معايا، كان لك معايا اجمل حكايه جميله مولانا. فيقول لك غير محترم. طب والمحترم؟ قالوا لا، والمحترم ده نص عليها هو، فقال فيمتنع
بجلد طاهر لأنه مأكول، غير مدبوخ لأنه ممكن يكون جلد طاهر ومدبوخ، دون كل جلد طاهر في الأظهر، دون كل مدبوخ طاهر في الأظهر. فإن كلامه الآن غير منتظم، لأنه إن كان ابتداء كلام، يعني إن كان كلامه ابتداء كلام فلا خبر له. يعني إيه؟ ما هو قال لك أهو، قال لك وجلده، لو هنجعل بقى جلد دي ايه؟ مبتدأ، والواو دي واو الاستئناف، واو الاستئناف، وجلد دي يا مشايخ مبتدأ، وجلد دبغ دون غيره في الأظهر، ماله بقى يا مولانا؟ فين خبره؟ ده انت كده أتيت بكلام غير منتظم، أتيت بكلام غير منتظم، لأن فين الخبر؟ وجلد دبغ دون غيره في الأظهر، فين خبر يا مولانا؟ ما فيش خبر ليه. قال لك طب مش أنت من شوية قلت إن هو معطوف؟ قال له طب ماشي، لو معطوف وإن كان معطوفا على كل كما قدره الشيخ الخطيب وقرئ بالرفع، ماشي أنا معاك إنه معطوف، يلا بينا بقى نقرأ النص، هيا بنا نقرأ النص وننظر إلى المعاني المترتبة على الرفع والمعاني المترتبة على الجر، وننظر في هاتين الحالتين هل ينضبط بهما الكلام أم لا. قال وإن كان معطوفا على كل، إما أن يقرأ بالرفع فهيبقى بالرفع معناه إيه؟ وفي معنى الحجر كله جامد طاهر قالع غير محترم، ها وهيبقى ايه؟ وجلد، يبقى ليه؟ وفي معنى الحجر كل جلد، وفي معنى الحجر هيبقى جلد بقى، وفي معنى الحجر جلد، يبقى كل طاهر مقابل الايه؟ لجلده، يبقى دي مقابلة ليها، يبقى ده ايه؟ قسيم وليس قسم. نقولها تاني عشان في ناس ايه ده قسيم ومش قسم. طيب نقولها تاني، هيبقى المعنى على الرفع ايه؟ وفي معنى الحجر كله كذا إلى آخره، وفي معنى الحجر جلد، يبقى عندنا الحجر في معناه جزئين، في معناه قسمين مش قسم واحد، الحجر ده في معناه قسمان، القسم الأول يبقى كل طاهر إلى آخره، والقسم الثاني ايه؟ جلد دبغ. طب الكلام ده فهمنا كده النص ظبطت على كده، الكلام ده سيدنا سليم؟ لا. ليه مش سليم؟ قال لك لأن الجلد المدبوغ من قوله كل جامد ده جزء منه، يعني هو جزء، لان انت بتقول ايه بقى؟ عايز تقول انه هو من ضابط كله جامد طاهر قالع غير محترم،
وكأنه عايز يقول له ايه؟ كجلد دبغ في الأظهر. يبقى الجلد ده فرد من أفراد ما اجتمعت فيه تلك الأوصاف. أولها إيه؟ جامد. والجلد ده جامد؟ آه جامد، نعم جامد، وليس طريا مش زي المناديل الكلينكس. جامد وطاهر؟ آه طاهر. طيب بعد كده قالع، ده قالع ونص، ده ثياب. طب وبعد كده غير محترم؟ نعم غير محترم، لأنه بعد التأبخ. يبقى هو من أفراد قوله جامد طاهر قالع غير محترم، وليس هو يعني جزء مقابل لقوله جامد طاهر قالع غير محترم. ليس قسيما، ليس نظيرا له، وإنما هو فرد من أفراده تحققت فيه تلك الأوصاف الأربعة. أنا بشرح لك كمان المون هو يعني أخبار حضرتك. طب والجر بقى يا مولانا؟ يبقى عرفنا إن الرفع ما ينفعش لأنه هيفسد المعنى، لأنه هيجعل الجلد نظيرا وقسيما. قسيم يعني زي الرجل، المرأة قسيمة للرجل مثلا يعني كده، وليست فرد من أفراد الرجل، ولا الرجل فرد من أفراده. زي الكلمة، الكلمة إيه؟ اسم حرف فعل، فالفعل ده ايه؟ ده قسيم للاسم، والحرف قسيم للاسم، لكنها اقسام للكلمة. ففي فرق ما بين الاقسام وما بين القسيم. زي الانسان ذكر وانثى، الذكر قسيم للانثى والأنثى قسيمة للذكر، وكلاهما أقسام للإنسان. فهمنا ولا فهمناش؟ كلام جميل. وإن كان مجرورا هنجره بإيه يا مولانا؟ بجامد. فهيبقى المعنى إيه؟ وفي معنى الحجر كل، ها كل إيه؟ جلد. برضك نفس الكلام في معناه كله جلد. طب ما يبقى ده برضك كله جلد وكله طاهر، هيبقى قسيم ايضا لي وليس فردا منه. وان كان مجرورا عطفا على جامد كان ينبغي ان يقول ومنه جلد، اي من امثلة هذا الجامد. صح، هو ليس هو يعني نوع جديد غير الجامد، ده فرد من افراد الجامد. لان بتقول ايه؟ كله وفي معنى الحجر كله ها جامد جلد. لا ما ينفعش، لان اما ان تكون معطوفه على كل، واما ان تكون معطوفه على ايه؟ على جامد. فكان ينبغي ان يقول، يبقى الاولاني بيقول لك ايه؟ وفي معنى الحجر جلد دبغ، والتاني بيقول ايه؟ وفي معنى الحجر كله جلد، يبقى قسيم ايضا. يبقى دوت موازي للجامد الى اخره، والاول موازي للجامد الى اخره. العباره مش صحيحه. ليه؟ لان الجلد ده فرد من افراد الجامد وليس نظيرا للجامد. انت فرد من افراد الانسان ولست نظيرا ولا قسيما للإنسان. فهمتم؟ جميلة. ومقابله، لأن احنا بنقول يا مشايخ الأظهر يا مشايخ، يقول شبه العقلية التصوير ويعلل
ويوجه كلام الآخرين وفاهم المعنى وفاهم الفكرة وفاهم مقصود الباب وفاهم مسائل، يعني حاجة. هو ده العلم يا أخوانا. هو من جنسي ما يؤكل، اللي هو إيه؟ هو الضمير عائد إلى جلد دبغة دون غيره. يبقى بيتكلم عليه أخواننا على الجلد المدبوغ، جلد دبغ دون غيره. بيقول لا، الجلد المدبوغ أيضا لا يصح به الاستنجاء. لماذا؟ قال طيب لأنه هو نوع من أنواع ما يؤكل، لأنه هنا أراد بالجنس ليس المعنى المنطقي، وإنما أراد به المعنى اللغوي، هو النوع. يعني إيه جنس؟ أجناس يعني أنواع. قال هو من نوع ما يؤكل، يعني هو نوع من أنواع المأكولات. ويجوز أكله إذا دبغ، ده الإمام الرافعي في العزيز شرح الوجيز بيقول كده، ويجوز أكله أي هذا الجلد إذا دبغ، وإن كان جلد ميتة على اختلاف فيه. في كلام طويل في هذا الباب. فمقابل الأظهر بيقول هو من جنس ما يؤكل، نوع من أنواع ما يؤكل. ووجه عدم الإجزاء في غير المدبوغ، يبقى احنا عندنا لدينا دعوتان. الدعوة الأولى المدبوغ، وقال بأن المدبوغ وإن دبغ فهو من جنس ما يؤكل، ولذلك الإمام الرافعي قال بأن هناك خلاف مذهبي في جواز أكل الجلد بعد دبغه حتى وإن كان جلد ميتة. طب احنا عرفنا أحد شقي الدعوة، الشق الثاني للدعوة بيقول إيه؟ طب غير المدبوغ دون غيره، ما بيقول لك وجلد دبغ دون غيره، طب غير المدبوغ لا يجوز ليه؟ قال والله لأنه مطعوم، والمطعوم محترم، فهو داخل فيما قبل، وفي معنى الحجر كله جامد قالع طاهر غير محترم، أما المحترم فلا يجوز. ووجه عدم الإجزاء في غير المدبوغ، ده هو رجع بيتكلم على الأظهر لسه، يعني هو هنا بيتكلم على الايه؟ على الأظهر، والأظهر فيه دعوتين، المدبوغ ده دعوة وفيها الأظهر ومقابل الأظهر، والمدبوغ في الأظهر ومقابل الأظهر. ووجه الإجزاء عدم الإجزاء في غير المدبوغ أنه أي غير المدبوغ مطعوم، وإذا كان مطعوم فهو محترم، وإذا كان محترم فيمتنع الاستنجاء به. ومقابله اللي هو الشق الثاني من الدعوة يقول هو يقد فيلحق بالثياب. عندكم يقد ولا قيد؟ كله قيد. لا يقد، عبارة النهاية يقد، وهو أخذها من الشارح، عبارة النهاية يقد بمعنى يشق، أو يقد بمعنى أنه يجفف، لكن بمعنى أنه يقطع ده واضح، والآخر يعني احتمال. وشرط الحجر لأن يجزئ ألا يجف النجس الخارج. قال وشرط الحجر لأن يجزئ، يعني من أجل أن يكون
مجزئا في المحل ألا يجف النجس الخارج، يعني لا يترك هذا النجس حتى يجف وتنتفي عنه الليونة وتنتفي عنه الرطوبة. قال ألا يجف الخارج في محله، يعني لا يترك على المحل حتى يحصل له الجفاف، بحيث لا يقلعه الحجر، بحيث أننا بحيث إننا لو استعملنا فيه، خد يا أخي، بحيث إننا لو استعملنا فيه الحجر ما قلعه وما قطعه، يبقى ده قيد في الجفاف، بحيث يصل إلى مرحلة لا نستطيع أن نقطعه بالحجر. ليه؟ لأنه لزق في المكان، جه كده عامل زي الضيق ولزق، يا مولانا فين؟ في المكان. وألا يكون به، أي بالمكان الذي يخرج النجس منه، رطوبة من غير العرق. يعني بسيط، هو كان داخل الحمام منذ قليل وتغوط ونزل الغائط، ثم بعد ذلك غسل دبره بماء، ثم بعد ذلك بقليل أراد أن يخرج ما بقي، دخل تاني والمحل ما زال راطبا مبلولا، فأخرج الغائط. ينفع يستعمل في هذه الحالة التي خرج النجس وكان المحل رطبا يصح أن يستعمل الحجارة؟ قالوا لا. ليه؟ لأنه طرأ النجس على رطوبة أجنبية غير العرق. طب لماذا يعني استثنيت العرق؟ هل لأن العرق ده ضروري وفي محل ما بيعرقش؟ في محل ما بيعرقش، لا سيما إذا كنت حضرتك يعني ثمين الوزن كبير الحجم، لا سيما إذا كان ذلك في مجال حرارته مرتفعة كمكة، على طول تلاقي نفسك كده رطوبة عالية، كل جسمك مبلو. ده إذا كنا بهذا لن تزول المشقة. فإذا كان المحل رطب بسبب العرق ونزل الغائط أجزأ فيه الحجر، وإلا لو لم نقل بهذا لأدى ذلك إلى وضع المشقة على رقاب الناس، صعبة جدا. عرق، أي طب أنت ما بتعرقش؟ خش دلوقتي، خش دلوقتي هتلاقي نفسك عرقت وعلى طول. ولذلك استثنوا العرق لأن العرق ده ضروري، ولأن العرق ده مما عمت به البلوى، ولأن تكليف الإنسان أن يستنجي بالماء بسبب وجود مثل هذه الحالة مشقة. ولا ينتقل عن الموضع الذي أصابه عند الخروج واستقر فيه. واستقر ديت معطوفة على ايه؟ أصابه، يبقى أصابه واستقر فيه. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الأول اللي هو يا مشايخ ألا يجف النجس الخارج، جميل. طب والثاني؟ الثاني ألا ينتقل هذا النجس الذي خرج عن موطني ومكان خروجه إلى مكان آخر. يبقى هو معتاد يستقر فين؟ من الصفحتين. فإذا استقر فيه ثم انتقل بعد استقراره
وانتقل إلى موضع آخر تعين فيه الماء، ده الاستنجاء. قال: ولا ينتقل عن الموضع الذي أصابه عند الخروج، يعني عند الخروج من مكانه، واستقر فيه، لأن المحل قد طرأت عليه نجاسة لا بسبب الخروج. يبقى المحل ده إيه اللي حصل؟ ما هو لما ينتقل إيه اللي حصل بقى؟ إن اللي انتقل ده صار من مكان إلى مكان آخر، يبقى خرج عن الرخصة. ولأنهم أيضا قالوا كأنه حصلت نجاسة أخرى جديدة، وإذا حصلت نجاسة أخرى جديدة تعين رفعها بالماء. طب السؤال هنا بقى، هيتعين الماء في المنتقل والذي لم ينتقل؟ فيه تفصيل. يعني هب إنه هو على سبيل المثال خرج من الدبر واستقر في مكان، ثم بعضه انتقل من هذا المكان الذي استقر فيه إلى مكان آخر نظرا لليونة المعدة ولسيولة النازل وانتقل. طب بعد الانتقال هنغسل المنتقل أم نغسل كل المكان؟ يقول لك فيه تفصيل. طب المدرك هنا إيه يا مشايخ؟ إنه قياسا على ما لو طرأ على المحل نجاسة خارجية، ده هو أشبه بيها، لأنه إذا استقر ثم انتقل كأنها نجاسة جديدة. فإن انتقل بأن انفصل عنه، تعين في المنفصل الماء، يبقى انتقل من هذا المكان من الدبر إلى ما بعده. طب المنتقل إليه يغسل قطعا. طب والذي انفصل؟ قالوا إما أن يكون متصل به وإما أن يكون منفصل عنه. فإن كان لسه يربطهم ببعض كده كبري، أي طب ده أنا بفسرها بقى، لا حول ولا قوة إلا بالله، بلاش كوبري. فإن كان يربطهم ببعض خيط، خليها كوبري أحسن، بس كوبري مش نفق. فإن كان يربطهم ببعض كوبري كده هو يعني متصلين، فهيغسل الكل. وإن كان منفصلين، يعني إيه اللي حصل؟ إن لما انتقل كأنه إيه مش مجريش، كأنه طار، مش طار بطيارة هليكوبتر، لا يعني طار، يعني إيه كأنه طار ونزل على المكان الآخر، يغسل هذا المكان. طب والباقي؟ والباقي يجزئ فيه الحجر. ده التفصيل هيذكره عندك الشيخ الخطيب. ولا يطرأ أجنبي، بس خلي بالك اللي فات ده لما انتقل جعل كأنه أجنبي بسبب الطروق، بسبب الانتقال. أما هنا لا يطرأ أجنبي، سواء كان من النجاسات أو من غير النجاسات. وهنا الذين تأخروا في الشرح عن الإمام المحلي تكلموا في تقييد الإمام المحلي بقوله من النجاسات، قالوا الجملة دي تحتاج إلى وقفة، تحتاج إلى تحليل، تحتاج إلى معاملة، لأننا لو فهمنا منها الاقتصار على النجاسة، وبمعنى أن الطاهر لو طرأ بنوعيه سواء كان جافا أو كان رطبا فإنه لا يؤثر، ففي هذا الكلام نظر، لأنه مخالف لما علم من المذهب. فتكلموا على توجيه قوله من النجاسات وألا يطرأ، وسنتكلم على هذا إن شاء الله، ونرد العبارات التي وضحت وشرحت ما ذكره الإمام المحلي. قال: ولا يطرأ أجنبي من النجاسات عليه. يبقى من ديت بنقول إنها إيه؟ لبيان
الجنس. جنس ايه يا مشايخ؟ جنس الاجنبي. جنس الاجنبي ايه؟ من النجاسات. طيب قوله من النجاسات عليه، عليه دي متعلقة بإيه؟ متعلقة بقوله ولا يطرأ عليه، يبقى متعلقة بي عليه ولا يطرأ. والطروق معناه أنه ناشئ، أنه جديد. من النجاسات عبارة النجاسات معناها كده في الظاهر، في الظاهر انه لو طرأ عليه طاهر لا يؤثر، لانه لو طرأ عليه طاهر يجوز ان يستعمل فيه الحجر، سواء كان الطاهر رطبا او كان الطاهر جافا. الذي يؤثر ويعين الماء كما يفهم من العبارة من اول وهلة هو طروق النجس على الخارج من الدبر، فإذا طرأ تعين الماء في الجميع، وإن لم يطرأ كان طرأ طاهر أو طرأ طاهر طري يعني رطبا أو جافا فيجوز استعمال الأحجار. قالوا هذه العبارة بهذه الطريقة في مفهومها تفصيل، وإذا كان في المفهوم تفصيل فلا يعترض به، لأن بعض الناس يفهم فهما سطحيا ويقول لا ده عبارة الإمام المحل فيها قصور، لأنه ترك التنبيه على الطاهر اللي هو رطب، لأن الطاهر الرطب ملحق بالنجاسات. نقول له هذا في مفهومه تفصيل، لأن النجس مفهومه يا مشايخ الطاهر، والطاهر إما أن يكون رطبا وإما أن يكون جافا، فإن كان رطبا ألحق بالنجس، وإن كان جافا فإنه لا يؤثر ولا يمنع من استعمال الأحجار، وحينئذ فلا اعتراض على عبارة الإمام المحلي. وتوجه العبارة بما قلناه لكم من أن المفهومة إذا كان فيه تفصيل فلا يعترض به. عبارة الإمام الرملي في النهاية قال وقول الشارح من النجاسات يقال عليه مثله، مثل إيه؟ مثل النجاسات. ما إذا ورد عليه شيء من الطاهرات الرطبة، فإذا طرأ شيء من الطاهرات الرطبة على الخارج من المحل تعين الماء في الجميع، فإن كانت جافة يعني فإن كان هذا الطارئ الطاهر جافا لم يمتنع استعمال الحجر في هذا المكان. انتبه. والمفهوم ودي تحفظها، إذا كان فيه تفصيل لا يرد. شيخ الباجوري يقول لك لا يعترض، لا يرد ولا يعترض. ما تجيش تقول والله لا أصل والله يعني الإمام المحلي فاته الكثير. لا يا حبيبي، ده أنت فاتك المنهجية، فاتك الفهم العميق، فاتك القواعد والأدوات المنظمة لفهم كلام القوم وللاستنباط من عبارتهم. ده مين اللي بيوجه كلام الإمام المحلي؟ الشافعي الصغير اللي هو الإمام الرملي في النهاية. عبارة المغني بقى بتقول لك نجسا كان أو طاهرا، يعني بعد قوله ولا يطرأ عليه أجنبي، ها الخطيب بقى عمم عبارة أوسع، لكن عبارة الإمام المحلي صحيحة سليمة لا شيء عليها وغير معترضة.
الإمام الخطيب الشربيني كعادته صاحب عبارة سلسة واضحة تصل بك إلى المعنى من أقرب طريق، لا عناء في فكها وفي حلها. يكفيك أن تأخذ من الكتاب شيئا بأدواته وعلومه وتتلقاه، ثم بعد ذلك تسير في الكتاب إلى آخره. قال: ولا يطرأ أجنبي، سواء كان هذا الأجنبي نجسا أو كان هذا الأجنبي طاهرا رطبا، فجعل النجاسة وجعل الطاهر الرطب مانع من استعمال الأحجار في هذا الخارج من الدبر. ولو بلل الحجر، يعني حتى حضرتك لو أخذت الحجر وهو مبلول واستعملته في الدبر كان هذا الطاهر وهو البلل طارئ على النجاسة، لأنه سيلامسها ويلاقيها ويكون ذلك مانع من صحة الاستجمار، ويتعين في هذا المكان الماء. أما الجاف الطاهر فلا يؤثر. يعني إيه اللي حصل؟ وهو بيستعمل الحجر، الحجر انكسر منه شيء قبل الاستعمال فوقع على النجاسة، فهل يمنع ذلك من إكمال عملية الاستجمار؟ قالوا: لا، لأنه إيه؟ طاهر جاف. وهو اللي هو الأخير ده ما احترز عنه الشارح بقوله نجس. كله بيوجه الكلام، ما بيعترضش الكلام، لأن منهجنا منهج الفهم مش منهج الإبطال، منهجنا منهج التصحيح مش منهج التضعيف. فإن طرأ عليه ما ذكر اللي هو النجس أو الطاهر الرطب تعين الماء في الجميع. طيب، قال: فإن جف، يبقى فإن الفاء هنا مشايخ للإيه؟ للتفريع، بيفرع على تلك القيود التي ذكرها. فإن جف الخارج، وقلنا قيد الجفاف بمعنى أنه لا يزال إلا بالماء. جبت كده الحجر ويعني أردت أن ترفعه بالحجر لا يرتفع، أو انتقل، يعني انتقل عن المكان الذي خرج منه، أو طرأ نجس آخر، أو طرأ نجس آخر، أو طرأ رطب طاهر. والجزئية دي تشوش على من قال بأن المفهوم إذا كان في تفصيل وإلى آخره، وأرى أنها كأنها تشير إلى أن الإمام المحلي أراد النجاسة بعينها وكأنه أعرض عن الطاهر بقسميه. على كل حال، المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض. أو طرأ نجس آخر على هذه النجاسة، ليه؟ لأن النجس الآخر ده يتعين فيه الماء. طب والنجس اللي خارج الحجر، فإذا اجتمع الحجر اللي هو رخصة واجتمع كذلك الماء، قدم الماء لأنه الأصل. خد دي بقى يمكن تكون قاعدة جديدة ولا حاجة. قال: فإن جف، أي ولم يخرج بعده خارج آخر. جف جميل، لكن ولم يخرج بعده خارج آخر، وهذا الخارج الآخر لم يصل إلى المكان الذي وصل إليه الأول، سواء كان هذا الثاني من جنس الأول أو من غير جنس الأول. يعني الأول خرج غائطا والثاني خرج دما، ووصل الأول إلى نصف الصفحة، صفحة الدبر، وصفحة الدبر يعني هي الذي ينطبق عند القيام،
وصل إلى نصف الصفحة. الأول كان غائطا، والثاني الذي خرج دما ووصل إلى نفس المكان الذي وصل إليه الأول. هذا كما يقولون يكفي فيه الحجر عملا بالثاني، ويشوش على القعدة. احنا قلناه، قال ويصل إليه ولو من غير جنسه. يبقى إذا خرج بعده خارج آخر ووصل إلى ما وصل إليه ولو كان من جنسه، أدي صورة، أو كان من غير جنسه أدي صورة ثانية، الحكم يا مشايخ كفى فيه الحجر. وكأنهم غلبوا الثاني على الأول، لأن أنت لما ترفع هترفع إيه؟ هترفع الثاني، وكأن الثاني دخل فيه الأول. يلا ممكن تخش فيها بقى في قاعدة التداخل. يبقى النجس الأول دخل في الثاني، وكأن الأول تلاشى ولم يوجد ظاهرا إلا الثاني، والثاني يجزئ فيه الحجر ابتداء فيجزئ كذلك فيه الحجر إذا ورد على غيره. طب إذا خرج، لا بيقول فإن جف ولم يخرج، لا 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 لا، ده العكس، ده لا يجزئ فيه إلا الماء. اعكس تصب، لأن هي القضية منفية، ولم يخرج بعده خارج آخر. يبقى إذا خرج بعده خارج آخر ووصل إلى ما وصل إليه وكان من جنسه أو من غير جنسه، تعين الماء في الجميع، لأن الأول تعين فيه الماء والثاني تعين فيه الحجارة. وإذا تعارض الأصل مع الرخصة قدمنا الأصل، الأصل اللي هو غسل تعين الماء، تعين الماء، الأصل هو تعين الماء، الأصل تعين الماء. والأول جف، الأول ما جف خلاص تعين فيه الماء. طب والثاني الحجارة. ولذلك لما أنا قلت لك دي ممكن يستثنوها من القاعدة لأنها ضد القواعد، الأول تعين فيه الماء خرج ثاني وفيه الحجارة، طيب هيعمل بالرخصة أم يعمل بالأصل؟ قالوا لا، يعمل بالأصل وهو تعين الماء في الجميع. طب لم يخرج ثاني، ها، ولم يصل إلى ما وصل إليه الأول، ولم يكن من جنسه أو من غير جنسه، كفى فيه الحجر. فإن جف، أي ولم يخرج بعده خارج ويصل إليه، وإلا، يعني إلا إيه؟ إن خرج بعده ووصل إلى ما وصل إليه، إلى آخر ما قلنا. طيب يبقى بعدها قال أو طرأ، وكذا لو كان سابقا على المحل. يعني الطرو ده معناه أنه خرج النجس أولا ثم خرج بعده هذا الطارئ، ثم ورد بعده هذا الطارئ. ومثل أيضا ما إذا كان هذا البلل وجد أولا ثم جاءت عليه النجاسة. يبقى إذا كان الخارج ورد أولا ثم طرأ عليه هذا، أو كان هذا جاء أولا ثم طرأ عليه الخارج، سيان، الحكم سيان. ثم قال بعد ذلك ولو ندر الخارج كالدم والمذي، أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز صفحته في الغائط وحشفته في البول، جاز الحجر في الأظهر في ذلك إلحاقا له لتكرر وقوعها بالمعتاد. ولو ندر الخارج، يبقى عندنا عدة صور نمسكها كده بالورقة والقلم. الصورة الأولى الخارج النادر، مثل ايه يا مشايخ؟ مثل الدم، ومثل المذي، ومثل الوادي. كل هذه من الامور النادره
يعني ايه نادرة؟ يعني غير كثيرة الخروج. هو انت كل شوية بتمزي؟ كما كل يوم بتتبول انت، يعني بيحصل لك الودي كما يحصل لك البول، هل بيحصل لك الدم كما يحصل لك يعني غيره؟ لا. فيبقى ده نادر. فإذا خرج النادر جاز استعمال الأحجار في حقه. إلحاقا للنادر بالمعتاد، يعني قياس، قسنا النادر على المعتاد المتكرر الخروج بجمع التكرر. ده الدليل اهو، يبقى ده دليل قياس. يبقى عملنا يا مشايخ قسنا النادر على المعتاد، والعلة الجامعة تكرر الخروج. لكن التكرر خلي بالك ان التكرر في المقيس عليه اوسع من المقيس، يبقى كانوا نقدر نقول انه قياس ادوني. واخد بالك قياس التفاح على القوت في امتناع بيع بعضه ببعض، لان القوت اعلى. التفاح ايه ده؟ التفاح طعام ما فيهوش الا فاكهه بتستطعمه، واما الفول الفول لا، الفول شديد القوتيه، اذا اكلته اليوم نسيت الطعام الى بعد غد. يبقى ده فيه عناصر الاقتيات التي تستقر في المعدة فترة طويلة، فيستطيع الإنسان أن يقوم بواجباته وأعماله. لكن كلك كده كيلو تفاح وبلاش تاكل غيره، كمان شوية هتجيب كمان كيلو وبعديه كيلو كمان، لن يستقر في المعدة. قال ولو نذر الخارج كالدم والمذي، الحكم يا مشايخ جاز استعمال الحجر فيه. يعني على سبيل المثال قاعد بيتبول، تبول دما، هل يجوز أن يستعمل في هذا الدم الذي خرج من ذكره الحجر؟ نعم يجوز. طب خرج دم البواسير من الدبر؟ يجوز. أو انتشر فوق العادة، يعني خرج الغائط وانتشر فوق عادة الناس. هو عادة الغائط لما بيخرج بيخرج لغاية فين؟ عادة الناس إلى نصف الصفحة، اللي هو ما انطبق من الإليتين يقف كده اتقفلوا. طيب وهو قاعد يقضي حاجته اتفتحوا كده، سبحان الله. طيب ادي الصفحة اهي المعتاد، وادي فتحة الشرج. المعتاد اذا ان يعني تغوط خرج الغائط مثلا الى نصف الصفحة. معتاد مين؟ معتاد نفسه ولا معتاد غالب الناس؟ فيها قولين. المعتمد غالب الناس، وقيل عدته هو. فإذا خرج فوق ما اعتاده الناس كأن تعدى نصف الصفحة، قال له في الحالة دي كده اهو لا يجزئ فيه، أو انتشر فوق العادة ولم يتجاوز، لا يجزئ فيه إلا الماء. طب لما يتعدى ولم يتجاوز هذا المعتاد يجزئ فيه الحجارة. خرج عن المعتاد يبقى خرج عن الرخصة، خرج عن الرخصة تعين فيه الماء، أو انتشر فوق العادة. قال ولم يجاوز صفحته، ما هي دي بقى عادة الناس عندهم الصفحة آخرها للغائط، أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز صفحته في الغائط وحشفته في البول، يعني وقف عند الحشفة، والحشفة هي ما فوق الختان، عارف انت الحز كده اهو، هي اللي فوقها ديت، او قدرها من مقطوعها. طب افرض واحد ما عندوش،
واخد بالك؟ قطعت الحشف، قال لي شوف قدرها، قدرها قد ايه وقدره واحسبه. خرج البول الى هذا وتخطاه، يبقى ده لا يجزئ فيه الا الماء. قال اجاز الحجر، يعني مش الحجر الشرعي او الحجر الذي ورد في النص، وكل ما حمل عليه بالقياس. جاز الحجر في الأظهر في الصورتين، وبالفعل الصورتين دول يعني يصدق على ثلاثة أحوال. يبقى الأول النادر، الثاني إذا انتشر فوق العادة أي فوق عادة الناس ولم يجاوز الصفحة، يعني خرج إلى النصف واخد بال حضرتك وقف عنده لأن دي عادة الناس، أو انتشر فوق العادة، ارتفع فوق العادة لكنه لم يجاوز الصفحة، خلاص استعمل فيه الحاجة. طب جاوز الصفحة اغسل الجميع. قال جاز الحجر في الأظهر في ذلك إلحاقا له لتكرر وقوعها بالمعتاد. قالوا أما النادر فلأن، قال لك طيب النادر لماذا يجزئ فيه الحجر؟ قال أصل خلي بالك الواحد مش هيفضل يعني باحث عما يخرج منه كل شوية، ده وده نادر أو مش نادر، البحث عن هذا مما يشق، وأقول لا ده لو نادر مش هستعمل فيه الحجر واستعمل فيه الماء، ولو غير نادر هستعمل فيه يعني الايه الحجر. تتبع مثل هذا من المشقة والعسر بمكان، والمشقة تجلب التيسير. ولذلك قالوا فلأن انقسام الخارج إلى معتاد ونادر مما يتكرر، يعني حضرتك بتخرج الخارج وما بتتبعوش، ايه ده البول أصفر، لا ده دم، لا ده مش عارف عصير قصب، لا وده كما ما بيحصلش. ويعصر البحث عنه صعب، لانك ايضا الذي يخرج من الدبر مش كل شويه هتاتي وتبحث ما الذي خرج، طب وده معتاد ولا نادر؟ فاذا كان الامر بمكان المشقه والعسر فان الحكم يناط بمطلق الخروج، فإذا خرج أي خارج استعمل فيه الحجر. طيب كلام جميل. وأما مقابل الأظهر بيقول بقى يا مشايخ، قال والثاني لا، يعني لا يجزئ فيه الحجر بل يتعين الماء فيه. يبقى لابد حينئذ من استعمال الماء. لماذا؟ قالوا أصله هو صلى على النبي، الحجر ده إيه الأصل ولا خروج عن الأصل؟ قال لا ده خروج عن الأصل، لأن الأصل في إزالة النجاسة أن تكون بالماء، فالحجر خروج عن الأصل للتخفيف من الشارع على العباد. ورد في إيه؟ ورد في غير النادر يقتصر عليه، وده رخص، والرخص لا يقاس عليها، كانوا بيقول كده لأن ورد استعمال الحجر فيما تعم به البلوى. إيه اللي تعم به البلوى؟ المتكرر اللي هو المعتاد، غير المتكرر لا تعم به البلوى فلا يستعمل فيه الحجر. وكذلك ما خرج ولم يتجاوز العادة، هذا هو المعتاد. يبقى المعتاد ان هو لما بيخرج بيخرج فين؟ نصف الصفحة. خرج فوق نصف الصفحة يبقى خالف العادة وذلك قليل، فلا يؤبه إليه ولا ينظر له، وتكون الرخصة واردة على الأكثر في الحصول والنزول من الإنسان. أي أن الاقتصار على الحجر على خلاف القياس. صحيح القياس إزالة الماء على إيه؟ إزالة النجاسة بالماء. ورد
الحجر فيما تعم به البلوى، يبقى ما لا تعم به البلوى على الأصل من الإزالة وهو الماء. أما المجاوز لما ذكر، الإمام المحل بيقول أما المجاوز لما ذكر، يعني احنا قلنا ايه؟ قلنا هو جاوز الصفحة وجاوز، بيقول لك المجاوز الحشفة اللي يتعين فيه الماء قطعا، وكذا غيره. طب وغيره إذا كان متصل به يتعين فيه الماء، لأننا لن نستطيع أن نفصل بين هذا وبين ذاك، اختلط هذا بذاك فيستعمل الماء في الجميع دون المنفصل. لا، ده طار وذهب إلى مكان آخر، الذي طار وذهب إلى مكان آخر يستعمل فيه الماء والآخر يستعمل فيه الأحجار. قال أما المجاوز لما ذكر، الإمام الرملي زاد زائدة لطيفة جدا، قال لك إذا كان الإنسان ابتلي بأنه كلما تبول يعني تجاوز البول الحشفة فلا يجزئ فيه إلا الماء حتى وإن ابتلي به. إذا تعدى وتجاوز الغائط الصفحة لن يجزئ فيه إلا الماء حتى وإن كان هذا عدد الشخص، فلا ينظر إلى حالته بمفرده. طيب خلاص. أما المنتشر فوق العادة، الشيخ الخطيب بيقول أما المنتشر فوق العادة فلعسر الاحتراز عنه، العادة نصف الصفحة فانتشر فوقها ولم يجاوز الصفحة، قال خلاص ده معفو عنه، لأن ده يعني عشان تحترز منه صعب. ولما صح أن المهاجرين أكلوا التمر لما هاجروا ولم يكن ذلك من عادتهم، وهو مما يرق البطون، ترق البطون به، كلت التمر طبيعتك رقت، واخد بالك يعني هيحصل لك ايه؟ ما يشبه الاسهال. ومن رق بطنه هينزل لك سائل، مش هينزل لك يعني ايه حاجات جامده متماسكه، لا ده هينزل سائل، واذا نزل سائل وقضيت حاجتك من عادتها ان هو ينتشر. ومن رق انتشر ما يخرج منه، ومع ذلك لم يؤمروا بالاستنجاء بالماء، لم يعين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في حق هؤلاء الماء، لأن ذلك يتعذر ضبطه. هو أنا بقى هتتبع إذا كان اللي خارج مني ده لين أو متماسك أو 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 أو، أنا دماغي فين؟ فأنيط الحكم بالصفحة مش بالخارج، لأن تتبع الخارج مما يعصر، فإذا عصر تتبع الخارج يناط الحكم بما أمكن وبما حصل فيه رفع المشقة واليسر، وكذلك يناط الحكم بالحشفة أو ما يقوم مقامها عند فقدها. طيب هنقف عند هذا الحد يا مشايخ الإسلام.